دكتور عماد التحق بنا وغادي يرافقنا خلال هذه الساعه الثانيه ويجاوب على كل الاسئله ديال كل المستمعات. صباح الخير دكتور عماد. صباح النور اختي سناء وصباح النور كل المستمعات اللي كيستمعوا لنا في اصوات. وكنقول لهم ما بقى والو ياك. شنو ما بقى والو؟ بقى 26 يوم. دابا السيدات مازالين منتعشات بلاتي توصل ديك السيمانه ولا العشر ايام الاخرى ديال رمضان. فاللي كتشلي كدور الكوكوط ولا هذه فغادي نحاولوا نعاونوها ان شاء الله بحيويه ونشاط ونفوجوا عليها شويه نعطيوها شويه ديال الوصفات ونساعدوها باش ان شاء الله الله يحسن عوانكم الله يحسن عوانكم في هذا رمضان هذا والله يسمح لنا منكم على هذا الشقاء اللي كتشقاو في هذا الشهر هذا. وان شاء الله دائما نحاولوا الوصفات اللي غتفيدهم والوصفات اللي غادي الامنه كما كنقولوا اللي ما غاديش تضرب الصحه ديالهم. طبعا اسئله كثيره اللي ممكن المستمعات يوصلوها لنا على رقم ديالنا 0522 77 24 24 او عبر رساله قصيره الى رقم 55 90. ثمن الرساله هو 6 ديال الدراهم مع احتساب الرسوم. وحنايا غادي ان شاء الله نعطيكم جميع النصائح والوصفات الطبيعيه المضمونه والامنه اللي كيقدم لكم الدكتور عماد اللي كنذكر بانه دكتور الصيدله والاختصاصي في العلاج بالاعشاب. غادي نبداو نستقبلوا اذا مكالماتكم والاسئله ديالكم. وعندنا كذلك اسئله ليك دكتور عماد. فمعنا الاخت خديجه من الدار البيضاء اللي كتقول سلام دكتور عماد عفاك بغيت نطوال وعندها زيت الارز ديال النخاله واش تصلح لها ولا لا وعفاك جاوبوني وشكرا. نعم فزيت الارز هي زيت ديال شجره الارز يعني ما كاينش شي زيت الارز ديال النخاله اذا هذه البلاصه اللي خداتها منها فكاين تناقض لان النخاله بوحدها كما كنعرفوا والارز راه هي شجره الارز لو سيدغ. فالزيت ديال الارز يا الروح ديالو قلنا الا كانت الروح ديال الزيت ديال الارز كناخذ 10 ديال النقاط كنديروها في معلقه كبيره ديال زيت الزيتون كناخذوا منها معلقه صغيره في الصباح معلقه صغيره في الليل بالنسبه لسميتو الاطفال اللي ما بين 10 سنين حتى 13 عام. ومن بعد فبالنسبه من 13 عام او 14 عام الفوق فكناخذوا 3 ديال المعالق صغار في اليوم. بالنسبه الى كانت الزيت ديال الارز ماشي الروح ديال الارز فالزيت الارز كناخذوا مباشره معلقه صغيره في الصباح ومعلقه صغيره في العشيه. وهنا في نفس الاطار السؤال ديال عيشة من خنيفره اللي كتقول لنا انه عندها 24 سنه وكتقول لي عفاك قولي للدكتور شي وصفه للطول وكتقول لنا عفاك راها معقده بغات تطول وشكرا. عندها 24 سنه شنو تقول لعيشة من خنيفره؟ 24 سنه كما كنعرفوا راه يعني فات السن القانوني باش الزياده في الطول لان كما كنقولوا كما كنقولوا اقصى حد هو 21 سنه. ولكن مثلا كما كنقول الا خذاتها زيت الارز فهي كيمكن لها تساعدها في حياتها اليوميه كتساعدها كذلك في العظام ديالها باش كيتقوى وباش من بعد ما يكونش عندها مشاكل ديال هاد المشاكل ديال العظام في المفاصل ديالها. وكذلك فهي مفيده للدوره الدمويه كذلك انها كتساعد في التقويه ديال الجسم وفي التقويه ديال المناعه ديالها. عندنا الاخت لبنى من فاس اللي كتسولنا وكتقول لنا رمضان كريم اختي سناء انت والاخ عماد وكتقول عفاك نسول الدكتور عماد عندها الكيس في الرحم واش يمكن لها تشرب الدغموس وشكرا. اشنو تقول لبنى من فاس؟ هادو دائما كنذكر رسائل قصيره اللي كنقراها على الرقم ديالنا 55 90 واللي اي وحده ما جدلهاش الخط ممكن طبعا تطرح سؤالها للدكتور عماد تكتبي لها كلمه حديث متبوعه بالاسم وبالمدينه ديالك وتبعتي لنا بالسؤال ديالك. اذا نرجعوا للبنى من فاس. نعم فكنشكر الاخت لبنى بعد على هذا السؤال هذا لان هاد السؤال تطرح لي بزاف ديال المرات زائد الاخت اللي زارتنا البارح وعلى الغده الدرقيه حتى هي طرحت عليا نفس السؤال واش يمكن لي ناخذ دغموس لان الدغموس كيتقال بانه كيعالج جميع المشاكل الهرمونيه. فهذا غلط هذا غلط لان الدغموس حار كما كنقولوا وفيه مواد معقده اللي يمكن تاثرنا على الكبد ديالنا وعلى الكيدي. فاختي العلاج ديال الكيست اللي كيكون في الرحم فهو علاج
طبي وخصك ضروري تشوفيه في اقرب وقت اختصاصي باش يمكن لك تتبعي مع العلاج ديالك. وعندنا في نفس الاطار ليلى من دار البيضاء اللي كتقول لنا دكتور عماد دائما احنا على اصوات كتقول لنا ليلى من كازا عندها كيس فيه 4 ديال السنتيم وعندها العمليه هاد الشهر الجاي وعفاك بغات الحل. الحل هو العمليه اختي، غديري العمليه ان شاء الله ليلى من دار البيضاء. نعم غتكوني في احسن ما يرام لان ما كاينش شي حاجه اللي كيمكن لها تحيد هذا المشكل هذا الا عن طريق ادويه، والادويه اللي ما كانتش ناجعه فكتتم عمليه اللي كيتحيد فيها، وما تخافيش منها لان شحال من واحد كيتسائل هذا الامر هذا، واش الا حيدت الكيست واش باقي نولد واش في هذه المشاكل. شوف هذه المساله بسيطه عاديه الحمد لله اختصاصيين كثار، وهذه المساله بالنسبه لهم شي حاجه اللي بسيطه بزاف ومن بعد غادي ترتاحي. عندنا ايضا اسئله من عند اخوات اللي كيقولوا لك يسلموا علينا ولكن ما ذكروش الاسم ديالهم على اليه حل، باغين من عندك وصفه على نشوف يد رجلين ورجلين كيتقشروا. نعم اذا غادي ياخذوا معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو، معلقه كبيره ديال زيت الكوكو، معلقه كبيره ديال زيت لافوكا، ومعلقه كبيره ديال زيت نوار الشمس. هذا الخليط كنسخنوه في حمام مريم ثم كنحصلوا على خليط متجانس وكنوليو كندهنوا به في الصباح وفي الليل رجلينا وكنخليو هذا الخليط. هذا ماشي مشكل. عندنا رساله اخرى. سلام الاخ الاخت سناء. السلام دكتور كنشكركم على هذا البرنامج بزاف. كتقول لنا انا السيده عائشه من كازا. الله يخليك دكتور، عندي طبايع في وجهي سوداء. شنو تقول لهذه السيده عائشه من دار البيضاء؟ طبايع السوداء او نعم. الكلف. اذا بالنسبه للبقع السوداء او التلوين ديال البشره اللي كيكون مختلف اللون ديالو او الاثار ديال الحبوب اللي كيبقى كحل، فكناخذوا معلقه كبيره ديال زيت السلميه، معلقه كبيره ديال زيت البابونج، ومعلقه كبيره ديال زيت الزعتر. هذا الخليط كنخلطوه وكندهنوا به البشره ديالنا، كنخليوه مده ديال ساعه ثم كنغسلوه. هذه العمليه جوج المرات في الاسبوع مده ديال 3 شهور. معنا الاخت زهور. سلام معاك زهور من مدينه إيموزار. اختي سناء لاباس عليك، نورت الراديو اصوات. شكرا لك زهور. وكتقول لي عفاك انا بغيت نزيد، بغات تزيد في الوزن من السيقان ومن الفخذين ديالها، وبغاتك دكتور عفاك تعاونها. اذا تاخذ معلقه كبيره ديال الزيت ديال الزعفران الحر، تاخذ معلقه كبيره ديال القهوة سريعة الذوبان، غتاخذ معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون. هذا الخليط هذا كامل كتخلطو مزيان وكتحاول ديك القهوة تدقها شوية باش تخلط باش تحصل على شكل مسحوق، لأن الكافيين جد مفيد باش أنه كيرجع لينا المرونة ديال البشرة، وكذا كما كنعرفوا فيه مضاد اكسده قوي. الزعفران الحر انه كيحفز لنا الدوره الدمويه على هذا المستوى، وزيت الزيتون ف يعني الاحماض الدهنيه اللي فيها فهي كتساعد انها كتساعد البشره ديالنا باش كترجع لديك المرونه الطبيعيه، واذا رجعت المرونه الطبيعيه فبالتالي كيمكن لها ترجع تعطيها واحد الحجم اللي غادي يكون ان شاء الله. وغادي نقرا رساله اخرى على رقمنا دائما 5590، وغادي ناخذ كذلك المستمعات اللي معنا على الخط. السلام كتقول لنا الاخت ايناس من تادلا، بغات وصفه لانقاص الوزن، عندها 19 سنه وكتسولنا كيفاش تستعمل زيت الارز باش تطول. نعم اذا زيت الارز ايناس من تادلا. اذا الاخت ايناس غتاخذ معلقه صغيره كما قلنا في الصباح، ومعلقه صغيره في الغداء، ومعلقه صغيره في الليل. اذا كانت الزيت ديال الارز، اذا كانت الروح ديال الارز، يعني نسولوا واش الروح ولا الزيت. اذا كانت الروح ديال الارز كما قلنا 10 ديال النقاط في معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، كناخذوا معلقه صغيره في الصباح في الغداء وفي الليل. بالنسبه للنقص الوزن فكناخذوا معلقه كبيره ديال الزريعه ديال القرعه الحمراء، وكناخذوا معلقه كبيره ديال الشعر ديال الكبال او ما يسمى بحرير الكبال، وهذا الخليط هذا كنغليوه في نص لتر ديال الماء، ثم كناخذوا كاس صغير في الصباح في الغداء، عفوا كاس صغير في الفطور
وكالصغير في العشاء وكالصغير في الوقيته ديال السحور. وحنا ناديه من فاس اللي عندها 17 سنه وكتقول لنا انها بغات تقول لك الدكتور عماد عفاك على شي وصفه اللي زياده في الطول وميرسي كتمنى الميساج ديالها يوصلها. هو وصل ناديه وحنا كنقراوه. ناديه من فاس كنسلم عليك هذا الصباح. زياده في الطول عندها 17 سنه، اذا نفس الطريقه اللي نصحتي بها زيت الارز والاستعمال ديالها هي صالحه ليك ناديه. وكنتمنى ان شاء الله انه تكوني دائما كيف كتمني. غادي نواصلوا معكم دائما مباشرة في حديث ومغزل مع سناء الزعيم. حديث ومغزل مع سناء الزعيم معك لالا أحسن دكاترة. كل صباح سولي وما يجاوبوا، تصلي واستشري على رقمنا 05 22 77 24 24. دكتور عماد غادي ناخذوا اللحظة الأخت مالكة من الرباط معنا مباشرة على الخط. السلام عليكم مالكة. عليكم السلام. تفضلي لا مالكة، مرحبا بك على راديو أصوات. وشنو سؤالك للدكتور عماد؟ أولا بارك عواشركم. الله يبارك فيك لي كذلك. الله يخليك سي الدكتور، كيدير بخير؟ لا بس الحمد لله. كيدير اختي؟ الله يبارك فيك الحمد لله. نعم. عندي واحد المشكله ديال شعري ديبا مسم. ياك الشعر ديال خصني نغسلو يوميا اذا بغيت نخرج. واخا ما فيهش القشره؟ لا ما كاين لا قشره لا والو، غير الشعر ديالي شويه خفيف. ايوه. وملي كيتسم ما كنقدرش نخرج به هكاك. واخا غادي نفيدك ان شاء الله، خليك في السن. والله يخليك الدكتور، عندي الهالات على العينين من الفوق ومن التحت. اها. بغيت شي وصفات حيت ديال داك الكحول عندي من الفوق ومن التحت بحال اللي داير شي مكياج قهوي. واخا ان شاء الله غادي نفيدك اختي، خليك في الاستماع. شنو كيكون السبب ديال هاد الهالات السوداء على العينين ديال السيده ديال المراه؟ فاول تعب. نعم كيكون اولا تعب، ثانيا الدوره الدمويه ما كتكونش بواحد الصفه منتظمه في هذه المنطقه هذه، ثالثا كتكون عامل الوراثه، لان حتى الوراثه كتلعب دور في هذا المشكل هذا. كذلك الا كنا مثلا كاين في بعض الحالات اللي كنخدموا مثلا بالبيسي مثلا مده طويله، او التلفاز، مشاهده ديال التلفاز مره يعني بزاف ديال المرات، استعمال المواد ديال التجميل، بعض الانواع ديال المواد ديال التجميل اللي ما كتكونش في المستوى كما كنقولوا حتى هي يمكن لا تعطينا هذا النوع هذا. كذلك التغذيه، ملي كتكون التغذيه ديالنا ماشي منتظمه، فكل عوامل كتدخل في هذا المشكل هذا. وكذلك الا كان الانسان كيعاني بعض في بعض الحالات، يعني ما كنعموش حتى هي يمكن لا ديرها، الا كان الانسان كيعاني من بعض الامراض ديال الكبد كتعطينا هذه الهالات السوداء حول العين. معنا سمية من مكناس دائما مباشره على راديو اصوات. السلام عليكم. السلام عليكم، تنشكركم على هذا البرنامج بزاف. لا شكرا على الوجه. بغيت نبارك لكم العواشر ونشكر الدكتور عماد. شكرا لك. مرحبا بك. شكرا بزاف. بغيت غير نسول عافاك على مرض بهجت. انا مشيت عند الطبيب وخديت الدواء، ولكن ذاك الدواء طري على الكرات الحمراء، بغيت نحاول ناخذ شي حاجه الاعشاب. نعم، فمرض بهجت لحد الان العلماء كما كنقولوا كيتدخلوا فيه، فهمتي المرضي دو بيسيت، فما كاينش بالنسبه للاعشاب الطبيعيه ما كاينش شي علاج اختي اللي كيضاهي العلاج اللي كيتخذ بالمواد الكيماويه كما كنقولوا بالادويه. سمعتيني؟ المساعده انك يمكن لك تاخذي العسل الحر مثلا، فهو مفيد وعنده واحد الفعاليه كبيره على هذا المرض هذا، فهو نقدر نقول لك من النباتات الوحيده، لان كاينين نباتات اخرى ولكن من الاعراض الجانبيه ديالها انك تضر لينا بالكبد وكتضر بالكلي، فمن الاحسن الانسان خصو يتجنبهم. اذا بالنسبه للعسل الحر انك يمكن لك تاخذي معلقه صغيره في الصباح وفي الغداء، معلقه صغيره في الصباح في الغداء في الليل، هذا في الايام العاديه، وفي هذا الشهر المبارك تاخذي معلقه صغيره في الفطور، معلقه صغيره في العشاء، ومعلقه صغيره في الوقيته ديال السحور. هاد الشيء من بعد الماكله؟ مور الماكله، يعني مور الماكله تاكل وتاخذه، فهو غادي يعطيك. والادويه اختي بقاي متبعاها، سمعتيني اختي؟ لان وما تحاوليش تقلبي في المجال الطبيعي، لان حتى النباتات اللي كاينه فهي كضر بالصحه. واخا شكرا تشكر الدكتور. نتمنى لك الشفاء سميه. شكرا لالا، كنشكركم. الله يخليك على خير. شكرا لك. شكرا. تحيه لكم مكناس مستمعاتنا كتابعوا بها راديو اصوات على الموجه ديالنا 99.9. امينه من تيسا، السلام عليكم، مرحبا بك على راديو اصوات. اش اخبارك امينه؟ تفضلي تفضلي، مرحبا بك. شنو سؤالك؟ انا فايت تيسيا لحد الشباب وتبدات الوصفه، واحد الوصفه كنت كنسمعها العسل مع الليمون وعطاتني نتيجه، ما بقاش فيا لحد الشباب ولكن بقى فيا دابا لاتخاص ديالو. لاتخاص ديالو، واخا خليك في الاستماع غادي نفيدك ان شاء الله. شكرا اخ عماد، وكنشكر الاستاذ.
مرحبا بك. لا شكرا على واجب. انا لحقاش ليا الخط. وحنا كذلك فرحانين نسمعوا صوتك أمينة. كنبغي دائما نتصل في الفقرة ديال الطبخ شي وقت الخط. ونتمنى ان شاء الله تعاودي تتصلي هذه المره ونسمعوا صوتك هنا. والعواصر مبروكه. امين يا ربي امين لك كذلك أمينة. معنا رجاء من سلا. السلام عليكم رجاء. وعليكم السلام ورحمة الله. اختي سناء كديرة لاباس عليك؟ الله يبارك فيك رجاء. بارك الله عشرك مبروكة. كذلك رجاء. أنت والدكتور عماد. أهلا وليك أختي. الله يخليك. عندي واحد البقع كيخرجوا لي في داتي ومنين مشيت للطبيب قال لي الصدفية. ودرس لي بوماد مهم درس جميع الأدوية والو داكشي باقي هو هو. نعم التوتر كتوتري شوية؟ إيوا ضروري. ضروري ضروري. هي الصدفية أهم حاجة أن الإنسان ما كيتوتر كيمكن له يعطينا كتكاثر كما كنقولوا. واخا خليك في الاستماع غادي نحاول نفيدك إن شاء الله بوصفة المساعدة، ولكن ضروري أنك تبقى متبع الأدوية ديال الطبيب. واخا دكتور ميرسي. الله يبارك فيك. مرحبا. الله يعاونك أنت رجاء. تحية لكم. سلا كتبوا بها راديو أصوات على الموجة ديالنا 95.7. نمشيو لحظة لوجنة نشوفوا شنو سؤال الأخت فايزة. السلام عليكم فايزة. ألو السلام عليكم. مرحبا بك. هذوك انا عندي واحد الوليد عنده عام وشي حاجه، عام وثلاث شهور. نعم. وشدو كانت سخانه ديما طلع له، وشدو فاش درت له التحاليل لقيت عنده فقر الدم. ودركا شتي شي مده ربع شهور هذه ولا خمس شهور وانا كندير له الدواء، يعني ما كانش شي نتيجه ما كيطلعلوش بواحد النسبه. نعم. عاوديتيه للطبيب ديالو؟ ديته للطبيب. يلا درت له تحاليل قبل شهر رمضان، قال لي باقي يعني نورمالمون البزاوز يكون عندهم 12 ويلا عنده 9. وقال لي ديري له واحد التحاليل واش فقر الدم وراثي ولا اراثي، مازال ما درتهم له. نعم نعم. والمشكله انه ما كيبغيش ياكل ونحب باقي ما تمشى، يعني غير شويه كيددش وما تمشاش. فاش قلتها للطبيب قال لي خصك ضروري تجيبيه لي بعد التحاليل نشوفوا مشكل زعما واش عنده شي حاجه. هو عادي يعني خفيف بزاف كيتكتك زوين عندك هاد كيتكتك كيدش وكيتكتك يا دي شي مره كنبقى هكا كنختبر الذكاء ديالو كنقول له شي حاجه كيفهمها غير يعني هكا فقد كيوزن في الميزان 10 كيلو. ما شاء الله. دكتور عماد اشنو تقول هاد الام الاخت فايزه من وجده؟ واه الاخت فايزه اش غادي نقول؟ وحنا كنحسوا بها. نعم انا كنحس. وليد عنده عام وثلاث شهور. والله الا قلبي معاك اختي، ولكن كما تعودنا انني ما كنكذبش عليكم، فهمتينا اختي؟ بالنسبه للنباتات، اي نباتات اللي كتساعد على ارتفاع يعني باش كتساعد فقر الدم فهي قويه عليه بزاف وقويه على الكبده ديالو وعلى الكلاوي. اصلا هو كما كتشوف ان الحاله ديالو إذا زاد شي حاجه من الفوق يمكن لا تاثر عليه ياك. ثانيا ان الطبيب ضروري ما ديري من هذوك التحاليل، لان من خلال هذوك التحاليل غادي يعرف الطريقه ديال العلاج كيفاش غادي يعالجوا ياك. جربت درت له حبوب اللقاح فهمت يعني الماكله الحليب كاع لي مارك ديال الحليب جربت ما عطيتهم له. فهمت. شوف احسن حاجه دابا في وفاه السن هذا يعني واخا ما كيتعطاش ولكن الضروره احكام، هو العسل الحور غتعطيه نص معلقه صغيره في الصباح ونص معلقه صغيره في الليل ديال العسل الحور. ولكن ما تعطيش العسل اللي يكون حار. ما العسل الحار هو شفت الحاجه الحلوه كيف ما كانت ما كيبغيش ياكلها، حتى العسل الحر ما كيبغيش نهائيا ياكله. فاش كنعطيه له كيبقى يرمي. نعم. خلطي ليه مع الحليب. الا كان كيشرب الحليب فهذاك نص معلقه صغيره وسط الحليب ما غاديش تبان، يعني عادي العسل الحر معلوم لان المكونات اللي فيه واخا ملي غتذوب في الحليب فكتبقى، لان كما قلنا العسل الحر دائما وكنعاودها كيحتوي على 80% من المكونات المغذيه اللي كتواجد على الكره الارضيه، لا في الاملاح المعدنيه ولا في كما كنقولوا في المعادن، المعادن اللي كتكون خاصه للدس ديالنا وعنده فوائد كثيره. سمعتي؟ اذن الا توفقتي ان شاء الله غير انك تعطيه كما قلنا نص معلقه صغيره في الصباح وفي الليل ديال العسل الحر فان شاء الله غادي تعطيك نتيجه، يعني يقدر يبرامتك عادي ماشي شي حاجه. الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. سمعتينا اختي؟ كلشي ديال الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الشيء قلت لك انا المساعده، ولكن ضروري تمشي ديري التحاليل اللي عطاك الطبيب وترجعي للطبيب باش يعرف هذا المشكل فين كاين. شكرا. نقدر نقول لك شي حاجه اخرى؟
مرحبا اختي، مرحبا تفضلي. اختي يعني هكا عندها 32 سنه وهكا كيد رجليها كيوجعوها، ما تقدرش توقف، ما تقدرش غير تمشى شويه في السعي وجعها بالليل، دير الماء والملح يعني. مشات للطبيب دارت تحاليل ديال الكوليسترول، دارت كيقولوا لها ما عندك شي حاجه. ولكن فين فين واش في المفاصل ديالها، واش في ركبتها ولا في رجليها كامله؟ مرتبتها لتحت مرجليها، ما كتقول لك يوجعوني، ونفس المشكل عند با. نعم، إذا هذه مسألة تقدر تكون وراثية. وشافت الاختصاصي في العظام؟ لا شاك، هاد باغية تمشي با، مشى عند العظام وهذه قال له دير لي سكانير، دار سكانير قال له راه عندك العظم في الظهر مع هو الشوفور تاكسي، قال له راه عندك العظم بحال شكل متلاقية، خصك تبع الدواء هاد مدة شهر رمضان ومن بعد نشوف واش تحتاج عملية ولا ما. ايوا ان شاء الله. المهم غنعطيك وصفه للمساعده لهذ الالام، ولكن ضروري انها تشوف اختصاصي ديال العظام باش يقول لها شنو كاين اختي. شكرا. لا شكرا على واجب فايزه، تحيه لكم بوجده. معنا الاخت سوميه من مراكش. السلام عليكم سوميه. السلام عليكم اخت سنه، صباح الخير. صباح النور. عواشر مباركه لكم الدكتور، ان شاء الله تدوزون بالصحه والسلامه. حنا وياك اختي الكريمه. دكتور عماد معاك، تفضلي شنو سؤالك؟ وحنا دائما مباشره على راديو اصوات، تفضلي. السؤال ديال اختي سارة بغيت نسول الدكتور، الله يجزيك بخير. نعم اختي، انا كنسمعك اختي. هو بالنسبه للعاده الشهريه جاتني في شهر واحد. هي جاتني في شهر. نعم نعم كنسمعك اختي. وما جاتني حتى شهر ثلاثه، وما شهر ثلاثه دابا حتى شهر سبعه. اذا ما عندكش منتظمه. لا وما عرفتش شنو هو المشكل. واش انت مزوجه سميه؟ مزوجة وعندي ولدي سميتو آدم. تبارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام السي آدم، لاباس عليك؟ لاباس عليك. لاباس عليك. مبروك عواشرك يا بابا. الله يخليك. الله يخليك. خليك ليلي. لاباس ولدي الحمد لله. شحال في عمرك يا آدم؟ والله عامين ونص. عامين والله. إيوا تبارك الله عليك، وأنت كبير كبير تبارك الله. شنو تقول الاخت سوميه؟ بغيت نسولها واش مشات شافت اختصاصي، دارت تحاليل ديال الدم؟ لا ما مازالش ما تحاليل. ايوا شوف اختي، ضروري خصك تمشي عند اختصاصي وباش يعطيك تحاليل ديال الدم، ف يعني باش من خلال هذوك التحاليل غادي يعرف المشكل فين كاين، لان عندك هذا خلل في التوازن الهرموني ديالك، فهمتي؟ والهرمونات ديالنا ما كيمكننا نعرفوهم كيفاش غاديين في الجسم ديالنا الا بالتحاليل، فغنعرفوا شحال واصلين، كيفاش، واش عاديين ولا ماشي عاديين، وان شاء الله غادي يكون عندك حل باذن الله. أزومية سيري لشي مركز حداك ولا مستوصف حداك في الحومه وشوفي، راه كيكونوا عندهم طبيبات والاطباء ويقلبوك ويقولوا لك اش كاين. واخا الله يجزيكم بخير زعما الا كاينه شي حاجه طبيعيه. لا وما نقدروش نعاونوك في شي حاجه اللي نوال، ما حنا الدكتور عماد ما عارفش اشنو عندك، ما يقدرش يجي ويفيدك بشي حاجه اللي ما غاديش تنفعك على اي حال. واش فهمتي؟ حنا فعلا بالنا على الصحيحه ديالك وديال المستمعات، فسيري وان شاء الله تعاودي تتصلي بنا وتردي علينا الخبر. ان شاء الله. وسلمي لي على ادم. الله يسر لكم. امين يا ربي. باي باي ادم، تهلا في ماماك. باي باي يا ولدي، باي باي. ما شاء الله تبارك الله. معنا الاخت نزهه من الدار، من طنجه عفوا، وحنا دائما في برنامجكم حديث ومغزل مع سناء الزعيم. من طنجه، من طنجه نزهه. صباح الخير. من عروسه الشمال. يا العائله، واش انا نقدر نقول شي حاجه اخرى؟ الحمد لله اختي، الله يبارك فيك. مبروك العواشر. شكرا لك كذلك. وانا عييت ما اتصل باش نعطيك ديك النهار رفيقه بالحرفه وما صبرنيش الخط بابا. ايوا ديك البابا هذاك الخط عاودي عيطي، بقاي تعيطي تيشد لك. هذا السي واش ما تصبرش، لاباس والله الا بخير، ملي كنسمعكم اختي راني لاباس. الله يرحم والديك، مبروك عواشر، شي حاجه لك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اجمعين ان شاء الله. يا ربي آمين. السؤال ديالي الله يرحم والديك الدكتور عماد على الشعر ديالي. مالو؟ الشعر اللي كان تيتحيي بزاف ياك. ونشف بلقية وتيفرس، قالوا لي زعما شعر الله من مر بلا باه رجع لي مزيان، يعني كنت دولت الأولى فوق عليها. أييه. ولكن هاد المرة عاد مازال يشد، دابا كنغسلو يشد بحال ما عمرني شفت، ونشف ليا كنديرلو سيس بحال ما عمري درتو سيس وتيتحيي بزاف. وفي الحمل ديالك كي كانت الماكلة كنتي كتاكلي عادي في الحمل ديالك؟ أه؟ الماكلة كي كانت عندك في الحمل ديالك كنتي كتاكلي عادي ولا كانت عندك الماكلة قليلة؟ لا كانت
شوية قليلة وخصها الروب. ماشي مشكل. وشوية كنتعصب الصراحة وشوية مرة تجيني داك الطونسيو عايدة. ياك كيجيك الطونسيو ولا كيجيك العصب؟ طونسيو عصب ولكن الطونسيو مرة طالع مرة ما مركزش في واحد الجهة. ولكن عصبت وصلت شويه. واه احنا ما بغيناكش تعصبي حنايا. احنا ما كنقدروش نسمعوا مستمع كتصل بينا وكتقول لك انا كنتعصب. بارك الله فيك. السؤال الثاني الله يخليك. شنو السؤال الثاني اختي؟ الشعر ديالي تيحرقني انا مني ولدت درت اللوز. ومشيت مني درت اللوز وانا كنعاني بنصي انا ظهري ديجا تيحرقني وهذوك دابا بزاف عطاني الحرق. عطاني الحرق مشيت لاختصاصي. مشيت لاختصاصي درت الراجل كبير قال لي عندك واحد الفقره زايده. عطاني الادويه وقلت له انا راسي ولا حرقني قالوا عمقي ما بقاش نقدر ندوره في الصباح ما بقاش ندوره قال لي اشرب عدوى وكلي مزيانه. شربت الدواء وصرت داكشي اللي قال لي التفاصيل عمقي هو اللي ما بقاش يضرني اما الحرق باقي هو دابا هبط لي النور لي هونش ديالو وانا كنخدم واقفه. فهمت وما اقترحش عليك انك ديري عمليه؟ لا ما قاليش العمليه قال لي الفقره الزايده يعني حاله عاديه. نعم. ولكن تظهرت به جمري. ريحه الفقره الزايده راه تكوني تزاديتي بها لان هذه راه خليتها. انا عندي الحرق متطور في الاصعيه. نعم. واخا الشغل الطبيعه ديال الخدمه ديالك كتخدم واقفه كتخدمي واقفه يعني صعوبه كتخدم واقفه ولكن هو قال لي ماشي مشكل الخدمه وي ولكن واش كديري شي صمطه ديال الظهر واش كتلبسي واحد النوع ديال الاحذيه واش كتلبسي شي صباط اللي كيكون اللي مريح اللي مريح كنت بسعالي دابا مابقاش بسعالي لا والو غير حالي ولكن واخا الحاني راه خصك تلبسي شي حاني اللي غادي يكون فيه شي قومه اللي غتحبس عليك داك الضغط ديال الجسم ديالك خصك شي حاجه اللي تكون كما كنقولوا طبيه فهمتي باش انت كترتاحي حيت اصلا رجليك الا ما كانتش مرتاحه فراه يمكن لا تعطيك الحريق يقدر يكون كيجيك من رجليك ويمشي لك مع الدات ديالك كامله وعند بالك انت مثلا راه كيجيك من الظهر واش فهمتيني اش بغيت نقول لك؟ واخا انا غنعطيك وصفه المساعده ولكن ضروري اختي من تكوني كتخدمي ديري ديك الصمطه ديال الظهر اللي كدار اللي كتلبس كامله بحال الجيلي ياك وغتلبسي ذاك الحذاء طبي باش تخدمي به لان هذه من الضروريات باش تهني وما تبقاش عندك هذا المشكل وغادي نعطيك وصفه للمساعده اختي. عطاكم الشعر عطيني شوف التقطيفه اللي نعقل عليها واسرع الله يرحم والديك. لا صافي كوني هانيه ماشي. واخا دابا نعطوك باش تولي عندك سوالف عبله صافي يا نزار. صافي شوف ما تضربيش مع شعرك. يلا يلا الله يعاونك الله يعاونك في العمل ديالك ما يكون عندك باس شكرا امين امين يا ربي. سيدي حي الغرب ما فيهش اصوات. كاين اصوات غير الموجه كتبدل. شفت انا من مدينه سيدي حي الغرب عيف الدم في طنجه وصافي. هاكاك واخا ودابا نعطيوك الموجه ان شاء الله ديالنا بسيدي حي الغرب. الله يرحم والديك والدينا والديك نزهة تهلاي في راسك وفي صحيحتك غادي نواصلوا معكم مستمعاتنا دائما بالاسئله ديالكم على امور طبيعيه للعلاج لتقويه المناعه ديالكم ووليداتكم وكذلك وصفات طبيعيه راك حاضيه المكانه مزيان. لا والله حق الله تنقابل مع دابا. كلشي لاباس الحمد لله ربي يخليك دايره مع الصحه. الحمد لله اختي كريمه الله يبارك فيك. دايما لاباس عليك. لاباس اختي كي دايره؟ الحمد لله تبارك الله عليكم وخلاص والله العظيم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك رمضان علينا وعليك اختي باش ما تمنيتي. ربي يخليك اخويا الله يحفظكم. السؤال ديالي انا. نعم اختي. انا بغيت نسولك الدكتور الله يخليك واش الليمون مزيان للبشره؟ الليمون واش البرتقال؟ البرتقال. البرتقال اي. حيت كاين الليمون كيقولها الحامض. لا مزيان مزيان البشره معلوم مزيان البشره غير هو تاخذي معلقه كبيره ديالو وديريها مثلا مع ياغورت طبيعي معلقه كبيره ديال ياغورت طبيعي ولا معلقه كبيره من عصير البرتقال ديريها مع معلقه كبيره ديال العسل الحور ولكن اذا تشرب بوحده بوحدو من الاحسن تخلطي مع شي حاجه الاحسن حيت ما ديريش حتى هو شوفي شويه واخا هو قليل بزاف على الحامض في الحموضه ديالو غير هو المنفعه ديالو كبيره ولكن الا درناه مباشره على البشره كاين بعض الحالات اللي كيقدر يعطينا فيها الحساسيه فهمتي واحد الحاله ديال 5% مثلا فهمتي ماشي بحال الحامض انه تقريبا درجه الحساسيه كتوصل عنده حتى ديك 70% 75% فهمتي
فمن الاحسن خلطي بشي حاجه ومزيان، راه ما فيش مضره على البشره ديالك اختي. شكرا دكتور بزاف، شكرا على واجب. مرحبا بك دائما على راديو اسوان، تحيه لكم بالدار البيضاء على الموجه ديالنا 104.3 اللي فازت معنا بسنه كامله ديال استهلاك ديال مطيشه الحك، وغادي نتعرفوا عليها من دابا لحظات. ولكن قبل احنا مواصلين دائما معك دكتور عماد بالوصفات ديالك، ونجاوبوا على الاسئله ديال المستمعات اللي عندنا كثيره. فغادي نبداو ربما بالوجه امينه من تيسا اللي كانت كتسولنا على حب شباب مشى وبقات لاطخاس، وكذلك عبر الاس ام اس عندنا اسئله كثيره بحال الاخت حنان مجرودانت اللي كتقول انه كيخلي لها وجهها متقب، او مثلا نهى من فاس اللي كتقول لك انه عندها الاثار وعندها العرس قريب، فباش تفيدهم. فبالنسبه للوجه متقب اللي كيبقى بعد الاثار ديال الحبوب، فكناخذوا معلقه كبيره ديال معلقه صغيره ديال الطين الاخضر، وكناخذوا معاه بيضه بلديه، كنخلطوا هذا الخليط هذا مزيان، وكندهنوا به البشره ديالنا، كنخليوه مده ديال نص ساعه، ثم كنغسلوا. هذه العمليه كنديروها 3 ديال المرات في الاسبوع. اما بالنسبه للمشكل ديال البقع السوداء او الاثار ديال الحبوب اللي كيبقى اسود، او التلوين ديال البشره اللي ما كيكونش متوازن، فكناخذوا واحد الوصفه اللي عطينا قبيله، ان غناخذوا معلقه كبيره ديال زيت السلميه، معلقه كبيره ديال زيت البابونج، ومعلقه كبيره ديال زيت الزعتر. هذا الخليط هذا كنخلطوه، كندهنوا به البشره ديالنا مزيان، وكنخليوه مده ديال ساعه، ثم كنغسلوه. هذه العمليه كنديروها جوج ديال المرات في الاسبوع مده ديال 3 شهور. بالنسبه للهالات السوداء حول العينين، نعم، او مشكل لي سيرن كيف كنسميهم بالفرنسيه، لهاد الاثار اللي كيبقى عندنا حول العين، لا بالنسبه لدوك لي بوش، يعني داك كما كنقول داك الانتفاخ اللي كيكون حول العين، او بالنسبه للسواد اللي كيكون داير بالعين ديالنا، او التلوين ديال العين ديالنا اللي كيكون مختلف اللون ديالو، مثلا الزرقيه، او مثلا كتكون بعض المرات شويه ديال الصفوريه. فكناخذوا هذه الوصفه البسيطه، كناخذوا زيت الشاي معلقه كبيره منها، ومعلقه كبيره ديال زيت الخيار. هاد الخليط هذا كنخلطوه مزيان، ثم كندهنوا به البلاصه اللي عندنا فيها المشكل ديال هاد الكحوليه، او من الاحسن ندوروا به المحيط ديال العين، ونخليوه مده ديال ساعه قل ثلث، اي 40 دقيقه، ثم كنغسلوه. هاد العمليه كنديروها حتى لثلاثة ديال المرات في الاسبوع مده ديال 3 شهور. بالنسبه للشعر اللي كيكون دهني كثير، بالنسبه للشعر اللي كيكون دهني كثير، اذا باش كنحاولوا نوازنوا دوك الافرازات الدهنيه، احسن حاجه كناخذوا العصير ديال بومبلوموس، يعني كناخذوا تقريبا واحد نص او ربع بومبلوموسا، ماشي مشكل، وكنعصروها على الفرو على الجلده ديال شعرنا، وكنخللوا بها، كنخليوها مده ديال 10 دقائق، عاد كنغسلوا شعرنا بالشامبون، فهي كتساعد. بالنسبه للشعر اللي كيطيح، ومجموعه السيدات اللي كيوليو كيعانيو من هذه المساله من بعد الولده، اذا الشعر ملي كيطيح، او الشعر مثلا اللي كيتقصف ما كيبقاش عنده ديك الحيويه ديالو، او الشعر اللي كيولي كينشف بزاف، فكيمكننا نديروا واحد الوصفه شامله اللي غنديروا فيها معلقه كبيره ديال زيت المشماش، معلقه كبيره ديال زيت الزنجلان، ومعلقه كبيره ديال زيت ارغان للتجميل. اذا نعاود، معلقه كبيره ديال زيت المشماش، معلقه كبيره ديال زيت الزنجلان، ومعلقه كبيره ديال زيت ارغان للتجميل. هاد الخليط هذا كامل كنخلطوه مزيان، وكندهنوا به الجلده ديال شعرنا، وشعرنا كنخليوه مده ديال ساعه، ثم كنغسلوه. هاد العمليه كنديروها جوج ديال المرات في الاسبوع مده ديال 3 شهور. عندنا اسئله كذلك على انواع الفطريات، مثلا الصدفيه او القشره الزائده في الشعر، نعم. باش كتنصح السيدات دكتور عماد؟ اذا كما قلنا، ناخذوا المشاكل ديال 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 الجلد اللي كتكون جراء انواع من الفطريات، او مثلا مشاكل ديال الصدفيه، غير هي الصدفيه هاد الوصفات هي وصفات للمساعده باش يفهموا ان الصدفيه هو واحد المشكل اللي ما كيتحيدش دغيا. واحسن حاجه بعدا خصنا نهبطوا من التوتر، ما نحاولوش نتوتروا، لان كل ما توترنا كل ما الصدفيه كتزيد تنتشر وكتسبب ازعاج للانسان اللي كيعاني منها. والمساعده بالنسبه للفطريات او الصدفيه، فكناخذوا معلقه كبيره ديال زيت الزعتر، معلقه كبيره ديال زيت الكبريت، معلقة كبيرة ديال زيت الثوم، معلقة كبيرة ديال العسل الحر. كنخلطوا هذا الخليط هذا مزيان، ثم كندهنوا به الأماكن ديال الصدفية، كنخليوه مدة ديال ساعة إلا ربع، ثم كنغسلوه. هذه العملية كنديروها 3 ديال المرات في الأسبوع مدة ديال 4 شهور.
حنايا كذلك غادي ان شاء الله نجاوبوا على الاسئله اللي عند السيدات على فقر الدم. ولكن قبل واحد السؤال شتو تعاود بزاف التوتر والعصبيه، وكنعرفوا على انه الحياه ولا فيها ضغوطات، السيده ولات متعوبه، وشنو هي احسن عشبه ومع الصيام شنو هي الامور الطبيعيه اللي غادي تنصح بها السيدات دكتور عماد باش السيده ترخف على راسها شويه، باش السيده تحس بواحد الراحه؟ فالعشبه البسيطه اللي كنهضر عليها دائما اللي هي النعناع الصوفي لاميليس. هذا النعناع الصوفي اللي عنده واحد المزايا كبيره كبيره، واللي زوينه فيه انه ما فيش الاعراض الجانبيه. يعني ناخذ منه تقريبا ناخذ معلقه كبيره ديالو، كنضيفوا ليها كاس كبير ونص ديال الماء المغلى، وكنخليوها كتطلق مزيان. كناخذوا كاس صغير بعد الفطور وكاس صغير بعد العشاء. وشحال المده؟ نتبعوها حتى لثلاث شهور ماشي مشكل. ما كاين بس ما عندهاش مضره. وشنو هي الامور؟ واش كاين مثلا زيوت للسيده ممكن تدهن مثلا بها رجليها، تدلك بها رجليها؟ نعم. ولا احنا كنعرفوا دابا مثلا في رمضان السيدات كيوقفوا بزاف ساعات طويله. نعم. في الكوزينه، الاشغال، البيت، الطياب، المشاكل ديال الظهر، الالام. احنا غنوصلوا. نعم. نهضروا على الام الظهر. وشنو هي الزيوت اللي كتقترح عليهم او الاعشاب مثلا السيده ديرها في الماء وتكمد فيها رجليها للمساعده؟ نعم. احسن حاجه بعدا الوص يعني واحد النبته اللي ما هضرناش عليها شحال هذه اللي هي الزيزافون. متواجده عند المشابات. فكناخذ واحد معلقه كبيره ونص ديال الزيزافون اللي كنديروها تقريبا في واحد جوج لترو ديال الماء، كنخليوها تغلي مزيان حتى كتغلي واحد درجه الغليان كبيره. ثم كنجيبوا سطل كبير كنديروا فيه الماء بارد، القياس اللي غادي نخلطوا به هذاك الماء سخون اللي سخنا فيه الزيزافون، ويكون شويه سخون الدرجه ديال اللي غنستحملوا فيها السخونيه، وكنحطوا فيه رجلينا وكنخليوه حتى كيبرد. هذه العمليه دائما ديرها السيده في الليل من تبغي ترتاح، يعني بعد الصلاه. وكذلك هذه العمليه تحاول انها تديرها مده ديال شهر فغتلقى عليها الراحه ان شاء الله. وشحال الوقت تخلي رجليها في ديك الماء؟ تخليها حتى يبرد. ربع ساعات ولا ساعه؟ نعم، هو درجه السخونيه اللي يمكن تستحملها، وتحط فيها رجليها وتخليه فين منين يبرد تحيدو. خص وليداتها ما يجيو شي ينقزوا قدامها ضروري صافي يسخروها، وخص راجلها حتى هو يخلي لها ديك الوقيته ترتاح تكمل عظيماتها. تاين عسو يسالوا الوليدات عاد دير هذه العمليه هذه. وحنا دائما معك لاله، طبعا كنتهلاو فيك وكنردوا البال ليك ولصحيحتك والاسره ديالك. شكون اللي في المستمعات اليوم في حلقتنا من حديث مغزل مع سناء الزعيم فاز معنا وغادي تفوز معنا بسنة كاملة ديال الاستهلاك؟ استمتعوا بهذا الفقرة مع مركز طماطم عيشة. مركز طماطم عيشة، جودة موثوق منها. الاستهلاك ديال سنة كاملة، يعني السيدة اللي غادي تربح غادي لمدة عام كامل ما بقيش تاخذ مطيشة ديال الحك، غادي تكون متوفرة إن شاء الله عندها في دارها وقدها لوليداتها والأسرة ديالها. واللي فازت معنا اليوم هي الأخت أمال من جديدة. أمال صديقة شرفي أول مرة. من أول مرة أول مرة نهضرت على الراديو، وحدت ليا أول مرة نهضرت على الراديو، أول مرة شارك شي حاجة سميتها راديو. أو فاتر شاركت في التلفزيون باقي ما جات الله، ولكن أول مرة نهضر من بصر وغنربح. إوا مبروك مبروك يا أمان. ميرسي بوكو. وخويا لما قلت لك انا كبيره سناء لا والو داخله ديريكت امك كيضرب فيا. ولا عليك، حنا ما كنحافيوش، حنا كنحسو كنفهموكم. المهم هو عام ديال المطيشه ديال الحك راه شي حاجه زوينه ياك. واليوم راه شوف راه اليوم راه نهارك اليوم، دابا خصك اي حاجه طلبيها اليوم فعرفي بان اليوم راه صافي هو النهار ديال لاشونس ديالك ان شاء الله. ربحتي الفازه هي وامل. دابا راديو اسواج كانت قدام الربح عليك. اي داكشي اللي كاين دابا هذا الاستهلاك ديال سنه كامله ديال مطيشه ديال الحك عيشه اللي كتفوزي به هذا الصباح معنا. غادي ان شاء الله اش من شهيوات غتوجدي به؟ اش غديري به دابا قولي لينا؟
أنا في ذاك الموت على الحريرة يا حيزة سميت الحريرة صحنق للجيران الله 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 كتعرفي تصيبي هذا كتعرفي تصيبي الحريرة كتعرفي تصيبي الحريرة لا ما كنعرف ولكن أنا قلت لك كندق على الجيران من كتكونش ماما بحال هكا مصوباها في يمات العادية كيما عندي واحد ماشي بقلي وأنا بغيت نلعبها دابا خصك تتعلمي دابا شي عام ديال المطيشاري ما تتعلمي وتشوفي كيفاش تعاودي تصيبي الحريرة إن شاء الله. يلا اش تقولي المستمعات وشنو تقولي لنا على راديو أصوات أخت أمل من جديدة؟ كنشكركم بزاف 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 كنشكرك انتي خصوصا والسيدات اللي في الستاندار دريسات والدكتور اللي معاكم حتى هو جزاه الله خير على النصائح اللي كيعطي و المهم احنا جايين ندخل الحريره في جديده مرحبا بكم نشوفوا شهواتك بمطيشه الحك ان شاء الله مرحبا بكم مبروك امل من جديده وهذه المسابقه مستمره طيله شهر رمضان المبارك مستمعتنا اي وحده فيكم عندها الفرصه انها تصل بنا وتقدم لنا الشهيوه ديالها اللي كتصوبها بمطيشة ديال الحك شهيوة من اختيارها وحنايا في النهاية ديال الحلقة كنشوفوا شكون المستمعة اللي غادي تفوز معنا بسنة كاملة ديال استهلاك ديال مطيشة ديال الحك مواصلين معكم دائما على راديو أصوات نتمنى لكم شهية طيبة مع مركز طماطم عيشة مركز طماطم عيشة جودة موثوق منها ومواصلين في حديث مغزل مع سناء الزهيمك دكتور عماد مازال عندنا أسئلة اللي خصنا نعطيوها الأجوبة ديالها ألم الظهر كان سؤال نعم. على ألم الظهر واش عندك شي حل ألم الظهر كما قلنا قلت الأخت أنها خصها ضروري دير صمتة ديال الظهر باش تساعد وواحد الحيدة لها دي كون طبي باش ما تتعبش فيه لأن حتى التعب يعطي هذا المشكل هذا كذلك بالنسبة للحرق ديال الرجلين فغندير واحد الوصفة شاملة بالنسبة للحرق الرجلين والظهر كناخذوا واحد الكافوره بلديه كاس صغير ديال زيت الزيتون وثلاثه ديال الشعيرات ديال الزعفران الحر اذا كافوره بلديه كاس صغير ديال الزيتون ديال زيت الزيتون عفوا وثلاثه ديال الشعيرات ديال الزعفران الحر كنخلطوهم وكندفيهم واحد شويه فوق العافيه وكنخليهم مده ديال 12 ساعه هاد الزيت اللي كنحصلوا عليه كنوليو كندهنوا به الاماكن اللي عندنا فيها الحريق وكنخليوها هاد العمليه يمكننا نديروها حتى لجوج المرات في اليوم مده ديال شهرين ونتمنوا للسيدات انهم يلقاو عليها راحتهم ان شاء الله عندنا سؤال اخير بالنسبه للسيدات اللي كيسولوك ازاله رائحه العرق مع دابا الصيف والرمضان كاين مجموعه الناس اللي ما كيبغيوش يديروا الروائح ولا لي ديودوران لانها مكروهه ولكن احنا سمعنا البارح الاستاذ دمسيري في اصوات قرانيه قال انها لا تبطل الصيام ولكن شنو هي الامور الطبيعيه اللي غادي تنصح بها السيدات السادة المستمعين يمكننا ندير واحد الحمام وناخذ فيه معلقة كبيرة ديال الريحان معلقة كبيرة ديال النعناع معلقة كبيرة ديال الزعتر وكناخدو برتقال جوج برتقالات اللي كنقطعوهم هذا الخليط هذا كامل كنغليوه في لتر ديال الماء هذا الماء تكي غلى مزيان كنصفيو هذا الخليط هذا اللي كنحصلوا عليه وكنوليو كناخذوا كاس صغير منه كنضيفوه لاخر تشليله ديال الحمام كنخويوه علينا ومن بعد كنخليوها واحد المده من بعد كنمسحوا شكرا لك دكتور عماد وعلى جميع هذه الوصفات